عليكم السلام. السلام. مصطفى جبلي. شكرا وتقدير. العتبي. وش ذا؟ عتبي يا عتبي. شوف عتبي. جا طق جا طق جا طق جا طق جا طق جا طق. تعال يا. شكر وتقدير. تقدم إدارة مكتب بارق بخارج. لا ما فاضي ما فاضي. إدارة قناة الواقع الفضائية والعاملين. في ثانية في اسمي بس خلاص. اسمك؟ يا وجدة يا وجدة. لا يا لا. دفتر أنت ذاك اليوم وين وديته؟ عصاي وين راحت؟ جلس مسلط الجبلي على كرسي الاعتراف. هل أنت جاهز؟ هل مسلط الجبلي يستطيع أن يضع له مكانه في الخمس سنوات القادمة بين أفضل 15 منشد المملكة؟ يستطيع مسلط. يستطيع إن شاء الله. بإذن الله. بإذن الله يستطيع. تدري اللي خفت على الضارة بس؟ ولد. أنا ما يخوفني. ولد. صدمات عمر مرت علي. كرتون بس هو. تسعات ويله. كلش الا ثلاث تسعات يا عيال. ثلاث تسعات باقي خش علينا. كلش الا ثلاث تسعات يا عيال. ولا مشاري. خالي من الجلوتين. جلوتين هذا تجيب الحلاوه صح؟ ولا ذاك الجلوتين. بسم الله. جلسنا على كيس شاي ترى. تعترف ولا لا والله بعد. اسال ابو شاي. وش السر اللي تخبيه في حياتك؟ السر الدفين. انت قلت السر. خلاص وين جالس هنا عشان تعترف. ما هو السر. وين جالس هنا عشان تعترف، صح هو سرك انت جالس عشان تعترف. من حرفين. حب. حب. ولا حزن. حزن ثلاث حروف. حلو يا ورانس. حلو خطير. مبدع حلو. اسال ابو سعد. حب وانت توك شاب يعني صغير. شوف نادي افتراء افتراء. تحب انت؟ طيب هل سيتقن اورانس عبد العزيز موهبه جميله غير الشعر قريبا من خلال هذا البرنامج؟ اكيد. مثل يعني هل سيظهر موهبة ويتقنها؟ يعني عندك مواهب مدفونة أكيد، هل ستظهرها وبعدين تتقنها؟ ممكن. مثل الإنشاد؟ لا مستحيل. تقديم؟ مستحيل. تمثيل؟ تقريبا. يمكن أقرب شيء التمثيل. مثل طورها ان شاء الله. طورها التمثيل طورها. عندك رحله انت ولا شرفتك اليوم؟ فعاليات حلوه جدا. عندنا لعبه يا شباب. من اللي بيلعب اول واحد؟ تفضل. بشايع انا حركه ماني بلعب. لا ما في حركه. وانتم جالسين؟ انا اجلسوا بشكل.